إن شاء الله راح نتكلم عن البواسير، أعراض البواسير. البواسير من الأمراض الشائعة جدا خاصة بين النساء خلال مرحلة الحمل أو ما بعد الولادة. والسبب الرئيسي لتكون البواسير هو ذلك الإجهاد بالضغط على البطن خلال عملية إخراج البراز، وهو أيضا الإجهاد الذي يزداد في بذل يعني أقصى جهد في الجسم بسبب الضغط الدم. في حال وجود حالة من الإمساك لديه أيضا ممكن يحصل نوع من أنواع البواسير. وكلما زادت مدة المعاناة من الإمساك أو تكرار الحصول أيضا، ارتفعت احتمالية الإصابة بحالات البواسير في المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.